confinement chez Galvi. Bulle d'oxygène de la semaine, prise au piège entre samedi et lundi. Bien sûr, samedi de sortir du lit vers midi. Pas d'incendie, alors j'explore les draps de manière approfondie. J'ai mis des années avant de kiffer ce jour. Veille de reprise de cours, apprends tes leçons, ouais. Cours toujours. Devoir pour les cancres qui attendent le dernier moment. Mon stylo perd son encre, j'ai taché ma trousse, évidemment, depuis quelques temps. Ou le correction, nous on nous عيوب. إذا كانت وبيختلف الكوركشن إذا نحن عنا دهنية البشرة إذا كانت فيها تصبغات بيجمنتيشن إذا كان عنا بهاق إذا في عنا مش موحد لون البشرة إذا كانت عنا الحبوب حمراء إذا كانت عنا الحبوب لونها براون ومثل ما قلت لك إذا مش موحد لون البشرة هون بنعتمد الكوركشن إذا كان ديلي كان سهرة كان عرس أي نوع ميك اب وبعدين نحن بنغطي وبنرجع ستيب 2 للفاونديشن إذا كان ديلي هون نحن بنعتمد إذا الفاونديشن كديلي او الفاونديشن لسهره هون انا بشتغل اكثر على السكين تون اهم شيء بالديلي ميك اب نعتمد انه الالوان تكون نيود مطفيه وما يكون عندنا لا جليتر ولا بيجمنت حتى اذا بدنا نضوي العين بشيء نضويه بلون نيود فاتح يلي هو جاي على يلوش اكثر بيتش فينا او ذاتس ات بيكون نيود وحتى الايلاينر بيكون مدموج عنا ما يكون كثير واضح عندي اذا بتلاحظي انا الايلاينر دمجته رجعت بلون براون بيعطيني لوك خفيف كديلي لوك ويكون ناعم وسوفت وبنفس الوقت انه يسحب للعين اذا البنات حابين انه يسحبوا عيونهم او شيء او يضيفوا شيء للديلي ميك اب نفس الاي شادو اور سمثينج اتس لايك انه اديشنال اليوم اعتمدنا اول لوك كان لوك اكثر طبيعي كان الشعر فيه ستريت وشوي شلنا شوي من الغره لانه وجهه كان كثير ضعيف لازم نشيل شوي من الغره وما اعطينا فوليوم كثير حتى ما يبين الوجه ضعيف